اهلا بيكم مشاهدينا. الحقيقه شباب الخريجين كنا بنتكلم دايما عن انهم بيحتاجوا الى نوع من انواع الرعايه الخاصه من جهه، وايضا الافكار غير التقليديه. ايضا الاقتصاد المصري في الفتره دي محتاج نوع من انواع الافكار غير التقليديه لتنميته. من هذه الأفكار مثلا اللي بتتقدم بها البرامج المدعمة من الوكالة الأمريكية وشباب الخريجين اللي بيتعاملوا مع هذه البرامج، احنا سبق على فكرة اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده من خلال أحد أنواع هذه البرامج. النهاردة معنا نوع آخر من هذه البرامج وأنواع المشروعات الجديدة، منهم المشروع اللي قامت بيه مثلا المهندسة مي مدحت اللي هنتقابل معها النهاردة. بس الأول نتعرف بضيوفنا. مستر دوغلاس تنسلر، مدير أحد البرامج المدعمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أهلا بحضرتك. والمهندسة مي مدحت، المدير التنفيذي لشركة إيفانتس، مش صح كده؟ إيفانتوس. طب ما تدينا فكرة في البداية كده، إيه طبيعة المشروع؟ يعني إيه فكرة إيفانتس دي؟ إيفانتوس هو عبارة عن ويب سايت وأبليكيشن للموبايلز بنجمع فيها كل الايفنتس والاحداث من حفلات لمؤتمرات لكل الاجتماعات اللي بتحصل في مصر وحتى بره مصر، وبنعرضها للناس بطريقه سهله على طريق ان هي تقدر توصل لكل الايفنتس ديت، وفي نفس الوقت بنساعدهم ان هم يتواصلوا مع الحضور اللي موجودين في الايفنتس عشان يستفيدوا بعد كده يعملوا بزنس ريليشن او اي حاجه، وفي نفس الوقت بنسهل على المنظمين ان هم يوصلوا للناس ونعمل لهم دعايه للايفنتس بتاعتهم عشان في الاخر يعملوا ايفنتس ناجحه ويوصلوا للناس بطريقه سهله. يعني ببساطة شديدة أنتوا حلقة وصل بين اللي بينظموا أحداث أو مؤتمرات أو ندوات أو أي شيء من هذا القبيل، ويعني المستفيدين أو الأوديونز زي ما بنقول بالزبط. اللي ممكن يتعاملوا مع هذه بالظبط، يعني في الحالة دي المشكلة إن هم يوصلوا لبعض، أنت الوسيط اللي بينهم يعني بالظبط. إزاي الفكرة دي جات لك؟ يعني مين قال لك على الفكرة؟ هل المشروع أو إدارة المشروع اللي بتعرض عليك أفكار وأنت بتختاري منها، ولا أنت بتروحي بفكرة وبعدين هم يساعدوك فيها؟ لا، احنا مجموعة شباب يعني بنحضر ايفنتس كتير ليها علاقة بمجال يعني الهندسة او ليها علاقة بالحاجات البروجرامز اللي هم بيقدموها، فحسينا ان في مشكلة انه احنا في ساعات حاجات مش بنعرف نحضرها بسبب ان احنا ما عرفناش عنها قبل كده، وفي نفس الوقت الناس اللي بتبقى موجودة في ناس بتبقى عايزة شغل وفي ناس بتبقى عندها فرص شغل بس مش عارفة توصل للناس اللي تقدر تستخدمها. فده اللي احنا حاولنا نعمله، ان احنا قلنا طب ليه احنا يعني حسينا ان في فرصة هنا، طب ليه ما نعملش حاجة تسهل على الناس دي كلها ان هي تتعامل مع بعض وتوصل لبعض بطريقة أسهل. طب سؤال أخير قبل ما افهم تفاصيل الموضوع بشكل عام من مستر دوغلاس، يعني هل انتوا يعني ما فيش وسائل او وسائل البحث التقليديه ما تغنيش عن الفكره بتاعتك؟ يعني انا عايز اعرف اذا كان في ايفنت عن الموضوع الفلاني او مثلا ندوه او مؤتمر هتتعمل عن الموضوع ده، ما اقدرش ادخل اعمل بحث تقليدي على الانترنت اعرف منه اذا كان ده موجود ولا لا؟ اكيد طبعا حضرتك تقدر، بس هتقعد تدور يعني هتضيع وقت كتير ان انت تقعد تدور على كل الريسورسز. يعني ندوه مثلا عن كتاب معين ممكن تحصل في مكتبات كتير او ممكن في اماكن كتير. اللي احنا بنعمله ان حضرتك بس تدخل تقول ان انت مهتم بالكتب، واحنا نبتدي نطلع لك كل الايفنتس اللي ريليتد بالكتب يعني بتجي لك على طول، فحضرتك بنوفر وقت وبنوفر مجهود، وفي نفس الوقت مفيش حاجه هتفوتك. يعني لو حضرتك ما دخلتش عملت بحث بنفسك لا، الايفنتس هتجي لك على الايميل بتاعك او على الموبايل. اذا في النهايه صانع الفكره هو انت، انتوا كشباب خريجين بيبقى عندك فكره وبتروحي لهم بيها. بالظبط. مستر دوغلاس، يعني لما نتكلم بقى عن انه جات لكم افكار زي دي، راحت لكم بتقول لكم انا عندي فكره كذا محتاجه دعمكم ومساعدتكم، بتعملوا ايه؟ Well,
let me say I'm very privileged to be here to be working with people like mine. This program financed by USAID. هذا البرنامج يتم تمويله من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعلى وجه التحديد نحن نحاول ونسعى إلى دعم أشخاص أمثال مي رواد الأعمال رائدات الأعمال الذين بوسعهم تمثيل مصر ودعم نمو الاقتصاد المصري الآن كيف يتسنى مثل هذا البرنامج رواد أعمال من أمثال مي يمكن أن ثلاثة أمور أولا نقوم بتحديد بعض الفرص لرواد الأعمال لتنمية الأفكار والمفاهيم التي يتوصلون إليها وفي الوقت ذاته نحن أيضا نسعى إلى توسيع النطاق تيسير نطاق العمل تيسير الأعمال والإجراءات التجارية لتيسير عملية التسجيل والإشهار الأعمال والمشروعات التجارية ثانيا أيضا رواد الأعمال ورائدات الأعمال يتعرضون لمشكلة في أوائل المشروعات التجارية العثور على التمويل اللازم لتنمية المشروعات نحن نبشر العمل مع معهد المصرفي لتيسير التمويل وتوفير فرص التمويل المختلفة لرواد الأعمال ورائدات الأعمال وأخيرا وليس آخرا وبينما يتسنى لرواد الأعمال تنمية النشاطات الخاصة بهم نحن أيضا نسعى لدعم القطاعات المهنية والقطاعات التعليمية نحن نباشر العمل أيضا في القطاع التعليمي والمهني بما يكفل أيضا توفير كوادر مؤهلة بشكل جيد ومدربة بشكل جيد في إطار التعليم الفني والتعليم المهني طب دعنا نتحدث عن نقطتين الجزئية الخاصة بالتمويل يعني كيف يكون التمويل وإيه شروطه المتطلبات أو الشروط التي يجب تلبيتها من قبل رائد الأعمال أولا أن يكون لديه خطة عمل هو أمر هام للغاية خطة عمل والخطة عمل تتسم بالنجاح مقومات النجاح ولكن أيضا لابد أن أيضا نعتمد على الإجراءات ذاتها في التعامل مع المصارف والبنوك الغالبية العظمى من رواد الأعمال لا زالوا في مقتبل الحياة ليس لديهم تاريخ طويل ليس لديهم خبرات طويلة إذن نحن نمكنهم من إعداد الكشوف المصرفية تقدم الطلبات المطلوبة للمصارف والبنوك لتشجيع البنوك والمصارف على قبول مثل هذه الطلبات نحن نود أن نؤهلهم نباشر العمل مع رواد الأعمال مع رائدات الأعمال بما يكفل لهم أيضا تقديم الطلبات للمصارف للحصول على رأس المال الأساسي وهو أمر محوري ومركزي بما يساهم أيضا في دعم تنمية وتطوير تلك المشروعات في المراحل المقبلة حجم التمويل أو حجم المساعدات التي قدمتموها خلال الفترة الماضية يعني من إمتى بدأتوا وحتى الآن يعني قدمتوا مساعدات لكم من الشباب المصري ده سؤال جيد جدا نحن بدأنا هذا البرنامج في أكتوبر 2010 واستكملنا الخطة الأولى فور اندلاع أحداث الثورة وإذن فنحن الآن بصدد أيضا منذ مارس العام الماضي ونحن نسعى أيضا إلى وفود إلى مرحلة أيضاً أو الدخول إلى مرحلة التنفيذ فرص التمويل يتم إتاحتها من قبل المصارف لا يتم إتاحتها من قبل البرنامج نحن نحاول أن نتمكن أيضاً من تأهيل كافة رواد الأعمال ورائدات الأعمال لتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة بما يساهم في تأهيل أشخاص من قبيل ميل التقدم بطلبات إلى المصارف والحصول على تمويل نحن نقدم المساعدة الفنية بما يساهم أيضا في تيسير إتاحة التمويل وبما يساهم أيضا في تيسير إتاحة مثل هذه المشروعات ماي خلينا نتكلم عن تفاصيل مشروعك زي يعني إيه اللي حصل معاكي بالضبط طبقا للي شرحه مستر دوغلاس يعني بدات الفكره ازاي وبعدين ايه الخطوات اللي مشيتي عليها علشان اي شاب او شابه بيشوفونا دلوقتي يعرفوا ان ده الطريق اللي المفروض يمشوا فيه هو الموضوع بدا ان احنا يعني كانت عندنا الفكره
وكوننا التيم الناس اللي تقدر تشتغل على الموضوع دوت وتوصلوا ان هي تنجحوا. بعد كده بنحاول بقى ناخد مساعدات من اي حد، مساعدات فنيه يعني، اكترها بتبقى ناس عندها خبره بتحاول تنقل لنا الخبره بتاعتها، زي البرامج المدعومه من الوكاله الامريكيه. احنا اشتركنا في كذا برنامج من اللي هم عملوه، زي مثلا حاجه اسمها نيكست جن، كانوا جايبين انتربرينورز، ناس اوريدي بدات شركاتها يعني كانوا زينا، بس هم نجحوا، هم وصلوا ان هم دلوقتي عندهم شركات بملايين. انا عايز اسمع السيناريو، يعني ايه يعني انت صحيت الصبح يعني جات لك فكره انك تعملي كذا، قمتي مقابله صاحبك او صاحبتك اصدقائك مهندسين زيك، قلتوا هنعمل كذا، تعالوا نروح المكان الفلاني، يعني انا عايز افهم الموضوع كده يعني علشان زميلك والشاب او الشابه اللي في مصر دلوقتي وقاعد في بيته وبيشوفنا يتخيل نفس السيناريو على نفسه. هو في مشاكل كتير عندنا في مصر وممكن نحلها بطرق بسيطه قوي. خلينا نبدا انت عملتي احنا بدأنا يعني بداتيها ازاي، ازاي السيناريو قصتك بدا ازاي؟ الموضوع كله بدا ان احنا كنا بنحضر مؤتمر اسمه ستارت اب ويك اند، كويس، بيجمعوا ناس كتير، شباب في الجامعه وناس خريجين من الجامعه، ويحاولوا يخلوهم يشتغلوا على بروجكت معين، وفي الاخر يطلعوا مشروع دوت ويحاولوا يطلعوه ان هم ازاي يحولوه بعد كده لشركة. كويس. فهناك قابلنا الشباب اللي أنا شغالة معاهم. أيوة. هم كلهم مهندسين. أيوة. من ساعتها يعني فكرنا أنه إحنا لا إحنا نقدر نشتغل مع بعض، أهم حاجة في الآخر أن إحنا يبقى التيم كويس أن إحنا نقدر نشتغل مع بعض، ولقينا أن في فرصة في فكرة المؤتمرات، أن إحنا إزاي نسهل للناس أن هي توصل للمؤتمرات. فكملنا، احنا كنا بنشتغل كلنا، سيبنا شغلنا وبدأنا نتكلم مع ناس عندها خبرة اكتر، زي ناس من البرنامج الوكالة. ايوه، عرفتوا طريق البرنامج ازاي بقى يعني؟ هما كانوا موجودين في المؤتمر دوت بالصدفة. يعني هما كانوا موجودين، فاحنا كسبنا جايزة في المؤتمر دوت. حضرنا بعد كده البروجرام بتاع نيكست جن ده، اللي هو كانوا عاملين لنا اسبوع مكثف كورسات لمدة اسبوع، بيدونا كورسات عن الكورسات دي. معلش انا بدقق شوية، معلش. يعني هما اللي دعوكوا ولا انتوا اللي رحتوا قدمتوا طلب علشان تلتحقوا بالكورسات دي؟ هو احنا كسبنا الجائزة، فاحنا كنا يعني رايحين المؤتمر، هم دعونا. طيب. بس في ناس تانية كانت مقدمة يعني على الويب سايت بتاعهم، في ابلكيشن الناس بتقدمها وهم بيختاروا المشاريع. كويس قوي. يعني هم عندهم ويب سايت وبيعلنوا، وبالتالي بالزبط. اي شاب دلوقتي عنده افكار وعايز يتعامل مع هذا الامر يبقى بيدور على الويب سايت ده، ويا ريت لو نبقى نكتبه او نقوله هو ايه، وبالمناسبة العنوان بتاعه يعني هم يقدروا يقولوا احسن مني. يعني حضرتك ممكن تقول لنا ايه هو الويب سايت بتاعكم علشان اللي عايز يتواصل معاكم؟ الموقع الالكتروني اليو اس اي اي دي كان الأمريكية للتنمية الدولية، ليس لدي العنوان الدقيق، ولكن يمكن الدخول على موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.gov. واستكشاف برنامج Next Generation. Next Generation على ما أعتقد الجيل التالي يعني. You'll find the details. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في الموقع. أي شاب يقدر يتواصل معكم في هذه الحالة؟ يعني أنا هنفترض دلوقتي إن أنا عندي فكرة شايف إنها محتاجة مساعدة زي ما ساعدتوا مي. أنا هخاطبكم من خلال هذا الويب سايت، وبعدين هتعملوا إيه لما أبعت لكم؟ أنا بعت لكم بقول لكم أنا عندي فكرة ساعدوني، هتعملوا إيه؟ وذكرت أيضا أن هذا المشروع يبدأ حاليا، وتماما كما هو الحال مع Next Generation الجيل التالي الذي تم تنفيذه من العديد من الشهور الماضية. نقوم في بداية الأمر بالإعلان عن الأمر على المستوى المحلي في بعض الصحف، وأيضا على المواقع الإلكترونية وعبر العديد من المجتمعات، ومن هذا وعلى هذا النحو يستطيع الجميع أن يتواصل معنا. ليس هناك موقع محدد للتواصل، لكن في المستقبل وفي إطار المقابلات الشخصية من هذا القبيل سوف أتمكن أيضا من توفير موقع إلكتروني للتواصل. نعم.
اذا يعني انا اقدر اخاطبهم زي ما انت عملتي، بس انت جت صدفتك كويسه ان انت اتعرفتي عليهم في المؤتمر. بالظبط. كويس، انت قدمتي مشروعك ازاي بقى؟ يعني طريقه تقديمك للمشروع ازاي؟ عملتي ايه؟ تكوين الملف كان ازاي؟ موضوع ببساطة ان احنا بندرس الفكرة كويس، بنحاول ناخد رأي ناس عندها خبرة اكتر مننا، نستفيد منهم ازاي نكتب البيزنس بلان بتاعت البروجكت. اللي هما مين الناس اللي اكتر منك خبرة؟ يعني زي مين؟ يعني شركات زيك موجودة قائمة ولا بترجعي لهم هم يساعدوك في ده؟ يعني هم مثلا البروجرامز اللي هم بيقدموها، البرامج والمؤتمرات اللي بيعملوها، بيبقى فيها ناس كتير جاي عشان تساعد، ناس منهم مصريين وناس منهم اجانب. بتقعدي معاهم وبتشوفي ازاي تكوني الملف بتاعك. بالظبط. كويس، عملتي الملف، بتعملي ايه بعد كده او حصل ايه معاكي بعد كده؟ قدمته لهم. عملوا لك ايه بقى؟ هم يعني احنا ماشيين مع بعض، طول ما احنا ماشيين في التطور بتاع المشروع بتاعنا هم معانا، عندنا اي مشكله بنكلمهم، نبعت لهم ايميل نقول لهم مثلا محتاجين مساعده في حاجه معينه، محتاجين. اذا هي زي فتره حضانه. بالظبط. لفتره محدده وبعد كده خلاص بتنفصلي وتتعاملي مع السوق، ويبدا يشوف يعني الناس اصغر يبدا يحتضنهم من خلال هذه الفتره، مش هو ده اللي حصل؟ بالظبط. وفي نفس الوقت احنا بنحاول ان احنا نساعد الناس اللي هم اللي لسه بادئين شويه. يعني هي احنا بنحاول نعمل مجتمع كده من الناس اللي عايزه تبدا. بتبقوا اكثر خبره وبتدوا لهم خبرتك. نحاول نديهم اللي احنا اتعلمناه لحد دلوقتي، وفي نفس الوقت بنستفيد من الناس اللي اكبر مننا والناس اللي هم بيجيبوهم لنا مثلا من بره او عندهم خبرات، وينقلوا لنا الخبرات بتاعتهم. مهندسه مي مدحت، انا سعيد جدا باللقاء ده، واتمنى لك النجاح، وكلنا نتمنى لك النجاح، انت واللي زيك في المشاريع هي ما نقدرش نقول هي مشاريع صغيره، بس مشاريع واعده وغير تقليديه وافكار جميله محتاجها السوق المصري. ايضا مستر دوغلاس تنسلر، مدير احد البرامج المدعمه من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه، كل الشكر والتقدير، ويو ار ويلكم دايما في مصر. اهلا بيك، فرصه سعيده جدا، واشوفكم بخير دائما، ونشوف دائما مشاريع جديده معاكم مع غير مي كمان، مشاريع تنمي الاقتصاد المصري. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم مشاهدينا. لكن لسه فقراتنا احنا لم تنتهي، لسه فقرات صباح الخير يا مصر ممتده، تابعونا.
احلم بالكثير رجع علشان يسعد شعب كبير شعب اصيل زي الاهرام ما تهزوش اصعب ايام يعبر ويحقق احلام مصر غنيه بشعب